السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليدي ليسوم البنات. كنتمنى هذا الفيديو يوصلكم نتوما على احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الصابلي اللي حقا كيجي غزال في المنظر. فوالا شوف كيفاش كيجي معانا. فوالا واحد الصابلي اللي ساهل وما فيهش المقادير بزاف. فوالا كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير. ولا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناة كنتمنى تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. دابا بقاو معايا باش تعرفوا المقادير طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الطحين، 125 غرام ديال الزبدة، 80 غرام ديال السكر، بيضة وحدة، هنايا 20 غرام ديال الكاكاو اللي جاوني جوج معالق كبار. نفس الشيء بالنسبه للوز مطحون، حتى هي 20 غرام تقريبا، واحد جوج معالق كبار، ساشي ديال السكر فاني وقبيصه ديال الملح. دابا ان شاء الله ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نخدمو الزبده والسكر والسكر فاني. بالنسبه للزبده نخرجوها بكري من الثلاجة، انا جبتها حتى لدابا عاد جبتها، ذوبتها واحد شويش، هي من الاحسن ما نذوبوهاش، يعني تكون عندنا حرارة المطبخ. انا كانت عندي باردة بزاف دونك اضطريت نذوبها شويش. غادي نخلطوا هاد العناصر هادي حتى الجنس مع بعضياتها. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، واحد شويه، وانا نخدموا هاد العناصر هادي اللي لنا على شكل بوماد، والسكر يدوب لينا. من بعد غادي نزيد البيضه ونخلط حتى الجنس مع بعضياتهم. من بعد غادي نبدا نزيد في الطحين، نزيدو الطحين شويه بشويه قوموا على 3 ديال المرات. من بعد غادي نزول السباتول، ندير بيدي باش نتحكم في القوام ديال العجين. من بعد هادي هي العجينه اللي حصلت عليها، يعني درت 250 غرام ديال الطحين ولا العجينه مازال كتلصق. دابا غادي ندير الميزان وغادي نعبرها نقسمها على جوج. فوالا من بعد ما عبرتها جاتني تقريبا 260 260 260 وحده، يعني العجينه ديال الصابلي ما كندلكوهاش ومازال عندي شويه كتلصق عندي. غادي وحده غادي نزيد فيها هاد 20 غرام 20 غرام ديال اللوز. فوالا وحنا نحاول غير ندخلها فيها ما ندلكهاش. الا ما بغيناش نديرو اللوز نقدروا نزيدو 20 غرام ديال الطحين. انا عندي هنا اللوز طحنته بقشورو. والعجينه الثانيه غادي نزيد فيها كاكاو، غادي نزيدو على جوج دفعات. فوالا هادو هما
العجينه اللي حصلت عليها. دابا غادي نديرهم في الماء المونتير وندخلهم الثلاجه يرتاحوا ليا او موان 30 دقيقه. بعد ما ارتاحت لينا العجينه نص ساعه في الثلاجه، دابا غادي نطلقها فوق هذا الباكي دو كويسون. ندير بين جوج ديال الورقات تجينا سهله في التطليق ونطلقها. بالنسبه للعجينه ديال الشوكولاته هي بنفس الطريقه طلقتها، وبالنسبه للجناب فاش كنقادوهم كنحاولوا نتنيوهم فوالا بهذه الطريقه هذه صافي، وكنديروا بالغولو نحاولوا نديروهم نفس التقدة، يعني العجينه البيضاء مع العجينه السوداء. صافي، من بعد غادي ناخذ العجينه هذه البيضاء وغادي نحط عليها العجينه ديال الشوكولا. صافي، ونحيد البابيي، غادي نزيد واحد فوالا كومسا تلصق معاها. صافي، ونزوق البابيي ونلويها، نبدا نلوي فيها. غادي بشويه بشويه باش تجيني على شكل دائري. نحاولوا نزيروا باش ما تجيناش فيها الخوال داخل، نزيروا يدينا. فوالا دابا كملتها. صافي، ملي جمعت الرولو ديالي دابا غادي نزول ليه هاد البابي دو كويسون وغادي نديرو فيلم اليمونتيغ. فوالا، ندورو فوق الفيلم اليمونتيغ بهاد الطريقة هادي شش تبقى ليا لافورم دائري. صافي، وندخلها للكونجيلاتور لمدة 30 دقيقة حتى 40 دقيقه. المهم خاص البودان ديالنا يشد لينا مزيان باش يجينا ساهل في التقطاع. فوالا، من بعد ما دازت 40 دقيقه في الكونجيلاتور جبتها. المهم شدات راسها، خاصها تشد راسها مزيان باش ما تعذبناش في التقطاع. صافي، وغادي نقطعها. نحاولوا ناخذوا شي موس اللي يكون ماضي. فوالا، الاولى هذه شويه مخسره. صافي، غنبقاو غاديين بحال هكدا. فوالا، صافي، ونحطهم في الطاوة ديال الفران. فوالا، هذا هو الصابلي ديالنا ملي كملتو بالتقطاع. دابا غادي ندخلو الفران، الفران اللي سخون على 180 درجة.
فوالا هذا هو الصابلي ديالنا ملي وجد معانا، صابلي ساهل نديرو الكوت ديال لي زونفون. فوالا شوف كيفاش كيجي معانا، فوالا. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير، تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. دابا مقالين نودعكم ونقول لكم على بروجين فوا ان شاء الله. السلامه.